اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نخصصوا لحمايه حساباتنا على بنك البير. هناك العديد من الناس نعرفهم تم اختراق حسابهم وسرقت ارصدتهم. باش نتعرفوا على الاسباب وكيف نحمي حسابنا في هذا الفيديو ان شاء الله. لكن قبل ذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت من قناه عالم امين. واللي عنده استفسار وتساؤل يجي متواصل معنا على الصفحه الرسميه الخاصه بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. الان نتوجه الى بنك البير. على كل هذه واجهه البير، وان شاء الله تلقاو رابط التسجيل في صندوق الوصف كذلك في اول تعليق مثبت. اللي ما عندوش حساب في البير، معناتها من افضل البنوك وأرخصها اقتطاعات، تقدر تشتغل على الانترنت وتجمع المال فيها وبعد ذلك تقدر تحولهم. وانا شخصيا نشتري رصيد باير ويمكن تبيع رصيدك ما ثم حتى اشكالية. على كل اسباب اختراق الحسابات وسرقة الارصدة، الحقيقة مع تشاهد الفيديوهات وتحدثت مع ناس كان تم اختراق حسابهم والله يعوض عليهم الاموال ونتعلموا ما ثم حتى اشكاليه والله يعوض الجميع. على كل من بين الاسباب، على سبيل المثال عندي تسجل في موقع لربح من الانترنت ويطلع نصاب، انت باش تعطيه الاي دي الخاصه بك، باش تعطيه المعرف الخاص بك اول شيء. وفي صوره ما انت تسجل في جميع المواقع بنفس الباسورد وبنفس كلمه المرور. هذوما في بعض الأحيان تسجل في مواقع نصابة، يأخذوا الأيدي الخاصة بك ويأخذوا الباسورد. صورة ما أنت تسجل بنفس الباسورد في كل المواقع، يأخذ هذه المعطيات ويجرب يدخل في باير. في صورة ما هو أدخل لحسابك يقدر يسحب أموال الكل. هذه طريقة من طرق النصب. كذلك هنالك مواقع يقول لك اعمل لي اوتوريزاسيون وعمل لي سماح للباير الخاص بك باش نمكنك من سحب الاموال، وانت تعمل الاوتوريزاسيون وتعمل السماح يدخل موقعك ويسحب كل الاموال. هذه مع طرق عديدة للنصب، احذروا اصدقائي من هذه المواقع النصابة. على كل كيف نحمي انفسنا؟ اول طريقة واللي هي الباسورد تغيروا دائما. يعني ماذا يعني؟ عندما تسجل في مواقع تعمل باسورد خاص بهيك الموقع، وعندما تسجل في موقع آخر تعمل باسورد مختلف على الأول، ما تعملش باسورد لكل المواقع. هذا أول شيء تقدر تحمي به حسابك. وكذلك الاي دي الخاص بك حاول أنك تعطيه الناس ثقات يعني ومواقع صادقة، يمكن يأخذوا الاي دي الخاصة بك ويعرفوا الباسورد ويتم الاختراق. على كل هذه مع شيء حمائي. الآن باش ندخلوا إلى الباير الخاص بنا وباش نقولوا خاصية في الباير موجودة تحمي حسابك. أي شخص باش يدخل للحساب وصورة ما عنده اللوجين الخاص بك والباسورد ما يقدرش يدخل إلا ما يجيه كود على البريد الإلكتروني الخاص بك. على كل باش نشاهدوا الطريقة الآن، باش نضغطوا على Go Next وندخلوا إلى حسابنا. بطبيعة الحال أول شيء هذا حسابي، ما عليكم إلا تنزلوا الأعلى الصفحة كما قاعدين تلاحظوا هذا الأي دي الخاص بي، وكما قاعدين تلاحظوا مع الفيريفيكيشن غير مفعل حسابي. المهم اللي يهمنا الآن تضغطوا على On كما قاعدين تلاحظوا إي بي سيكوريتي، تضغطوا على هذا المكان باش توجهوا إلى مكان الحماية وطرق الحماية في بنك البير. الآن نترجموا الصفحة باش توضح لنا الصورة الناس الكل. كما قاعدين تلاحظوا المساقة إرسال رمز التحقق اللي احنا تحدثنا عليه. هنالك أربعة طرق للحماية وخصوصيات. أول شيء واللي هو لا ترسل رمز التحقق أبدا، يعني أي شخص يسجل ويدخل المعطيات الخاصة بك يقدر يدخل ومن دون إجراء هذا الحماية. أنا ما نصحكمش أنكم تعملوا لا ترسل رمز التحقق أبدا. تقدروا تعملوا تختاروا الخيار الثاني واللي هو إرسال عند تغيير الشبكة الفرعية، يعني في صورة ما أنت معناتها توصلت وإلا معناتها شغلت الإنترنت في شبكة إنترنت أخرى هو يطلب منك الكود هذا. وإلا كذلك الـ IP يعني على ما أظن الجهاز، أنك تغير جهاز آخر يطلب منك الكود. وأفضل شيء أنكم تخليوه هو أرسل الرمز دائما. أي شخص بس يدخل
ولا اي شخص باش تغير الجهاز ولا اي شيء من هذا الاربع اسباب يطلب منك الكود اللي هو يحمي حسابك من الاختراق. فبالتالي لكن لازم تعرفوا معناتها البريد الالكتروني وكلمه المرور، يلزم تفتحوا البريد الالكتروني اللي انتم سجلتوا به، صورت ما نسيتوا مات باس ونسيتوا الباسورد يعني ما تقدروش تفتحوا البيير. وهذا هذه الفكره اصدقائي، تقدر تتحقق من البريد الالكتروني ولا من رساله قصيره ولا برقيه واللي هي التليجرام. انا ننصحكم البريد الالكتروني بطريقه مجانيه وبطبيعه الحال اللي سجلتوا به البريد الالكتروني، وكذلك طريقة إرسال الكود. هذا بالنسبة في صورة ما معناتها الباسورد وكلمة المرور متاع البيير أنت نسيتها، تقدر تستجع معناتها كلمة المرور هذه عبر البريد الإلكتروني، وفي النهاية تضغط على يتأكد، والعملية هذه مجانية ما ثماش هي الخمسة سنت اللي يقولوا عليها، هي على ما أظن للرساليات القصيرة ولا شيء من القبيل. تم تغيير على كل تمت العملية بنجاح. الان باش نجربوا باش نغلقوا البير الخاص بينا ونعاودوا ندخلوا الى الحساب الخاص، نضغطوا على زر الاخضر ويقول لك كما قاعدين نشاهدوا اعطيني رمز التحقق. رمز التحقق وصلنا البريد الالكتروني اللي احنا سجلنا به في البير. نرجع البريد الالكتروني اللي احنا سجلنا به وباش تلقاو الرساله هذه وصلت لنا، ننزلوا الى الاسفل واش ناخذوا هذا الكود، ننسخ هذا الكود ونضعه في المكان المناسب باش نقدروا نفتحوا الحساب من دون اي مشاكل، ونضغطوا على الزر الاخضر كما قلنا اصدقائي منذ البداية، وتم فتح الحساب من دون اي مشكلة. اجراء يحمي حسابك البير، ننصحكم انكم تفعلوها، وننصحكم ردوا بالكم من وضع يعني غيروا دائما الباسورد الخاص بكم، يعني ما تعملوش باسورد معناتها خاص بكل المواقع. هذا كان شرحنا لحماية الحساب الخاص بك في البير وكل المواقع. كذلك على سبيل المثال انت عندك حساب في البيرفكت ماني، حساب في الباي بال، اي حسابات والبنوك الالكترونية، حاول كل موقع تعمل له كلمة مرور مختلفة على التي سبقة. كان هذا شرحنا وكانت هذه نصائحنا لحماية حسابك في بنك البير، وإن شاء الله نتقابلوا في مواقع جديدة تخص العمل والربح من الإنترنت، ربح رصيد بير، ربح عملات رقمية ومجالات أخرى للعمل والربح من الإنترنت. اللي عنده استفسار وتسائل يجي متواصل معنا على صفحاتنا الرسمية الخاصة بينا على الفيسبوك والإنستغرام، كذلك احنا نشطين قليلا على التيك توك والكي واي. إن شاء الله تلقاو جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا في صندوق الوصف. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.